عن الزفاف، عن ليلة الزفاف، قد ايه استمرت التحضيرات قبل ليلة زواجك؟ 7 أيام. أسبوع واحد فقط؟ بس قدرت تحضروا عرس كامل ب7 أيام؟ اختفت خطيفة. أخذتها خطيفة؟ نعم. ليه خطيفة؟ في مشكل مع العيلة تبعتها، حكيت فيها 10 مرات ما عطونا. جرب 11 12 خلص ما بقى وصلت لحدا يعني. دلينا 7 أيام إنه لبين ما كتبنا الكتاب وخلصنا وكذا ورحنا. كل صبية بتحلم تكون ليلة زفافة، ليلة العمر. كيف خططت زهراء لهيدي الليلة تحديدا؟ أنا أكيد يعني كان بدي إياها ليلة من العمر. إيه طلعنا على الضيعة وحجزنا وجهزنا كل شيء، الصالة وتزيين الصالة والزفة والمعازيم، كل شيء أنه كنا محضرين له كرمال تكون سهرة. سهرة من العمر. بدك إياها سهرة من العمر. إجا النهار، وصل نهار الزفاف، فتي أنت والعريس على صالة العرس. لا ما فتنا على صالة العرس، بعدتنا العروس بيطلعوها من بيت أهلها. إيه بيطلعوني من بيت أهلي وبياخذوني على الصالة، فهني ورايحين توقف العريس على الطريق هو وخيي، كان معمل لهم كابين انه صار في مثل دزه نهار عرسه، نهار العرس يعني حدا دز، عرف انه عرسنا بده يخرب العرس كرمال ما يصير، فدزوا علي هون قالوا انه هني معهم شيء بس بالسياره وقفوهن وهيك. وعريسك جاي بده ياخذك؟ ايه وقفوهن بنص الطريق نهار عرسه. انحوس توقف واجت ليله العمر بعد العرس، بعد ما العالم فلت، المعازيم فلت، زوجي وزوجة وليلة أولى. شو كنت بتتوقعي؟ إنه أكيد مثل كل بنات بتحلم بليلة عرسها. بكون في خوف مسيطر على إنه أكيد أكيد على المرأة؟ إيه أكيد بكون في خوف، موترة شوي. موترة، كيف بلش يهيئ لهالأجواء؟ عادي عادي يعني وصلنا على البيت إنه مثل كل عروس، غيرت ثيابي حضرت حالي وقعدنا تعشينا وقعدنا صرنا سهرة عادية. قعد صار يحضر تي في، قعد حضر فيلم، فيلم رعب كان. ياسين قبل قد ايه من زواجك تم التعارف بينك وبين زوجتك؟ ما كان في تعارف بيني وبينها ابدا. ما تعرفت عليها؟ لا لا. كيف ما تعرفت عليها؟ لاني كانت العادات والتقاليد الاهل يخطبوا للابن على طريقتهم هن، والعادات كانت ممنوع تشوف العروس ليله الدخل او ليله العرس. ومين نقلك العروس؟ الوالده طبعا. كيف نقت لك يا امك؟ على اي اساس نقت لك يا امك؟ على اساس اني امي بتعرف مصلحتي اكيد، والعادات اني ممنوع حدا يشوف العروس غير الام. يعني بروح بشوفوها بطبعه وكذا وبيقرروا الموضوع الام العريس وام العروس. انت مقتنع بالعادات والتقاليد؟ طبعا اكيد. لا مقتنع او مش مقتنع؟ مش مقتنع اكيد. مش مقتنع بس تجوزت ضمن العادات والتقاليد؟ نعم. لا وقت اللي اختفتها رحنا قعدنا بحقله في شجره افوكا كبيره كثير عملاقه، فعاملة مثل الشمسية، بفوت الواحد تحتها ما حدا بيشوف، يعني لو مرقوا بالآلاف ما حدا بيشوفك إلا إذا عليت صوتك. إيه بقى إنه قعدنا أنا وياها و... هيدا أنت وقت خطفتها؟ وقت اللي خطفت. كتب كتابك أنت وياها؟ فبيي إجا بده ياخذنا على الكورة. هلا فبيي وقت طلعنا بالسيارة قلت له بيي وقف 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 هون، قال لي خير شوفي، قلت له وقف وقف عندي شغلة. مين كان في معك بالسيارة يعني؟ كان بيي وإخواتي البنات. وخطيبتك؟ ومرتي كما كاتبين الكتاب. كتبتوا كتابكم وطلعت انت وبيك بده ياخذك على الكوره؟ ما وقف بيي، قال لي شوفي، قلت له يا اخي انطرني بس 5 دقائق وجاي. قلت له ما دام تفضلي انزلي. قال وين؟ قلت له بدي ارجع ارد الايام القديمه. قال كيف؟ قلت له بدي ارجع ارده. قلت له انا عندي حلم من قبل ما اتجوز بدي احققه. عم قال لي بيي شوفي، قلت له اطمن ما يكون لك فكر يا بيي. قام هلا انا ونازل قام حطيت ايدي من تحت الكنزه غزقت الفانيله، قام بيي قال لي شو؟ وما بقى اصبر يا بيي، اصبر لا توصل على الكره ما بصبر. فنزلت لتحت الشجره اللي اول مره رحت عليها وجوز تحت الشجره، كانت ليلة دخلتنا هونيك تحت شجره الافوكا. العريس توقف وانحبس وانت كفيت العرس. كفيت العرس؟ آه. عم تحكي جد؟ ايه شو هالغريب بالقصه؟ كله غريب بالقصة. كفيت العرس؟ ليه ما بدي كفي العرس مثلاً؟ بس شيء أنا محضريت له. ايه؟ ليه يعني إنه أنا اللي عمله هيدا الشيء حتى ما يصير العرس. ايه؟ أنا ليه بدي نفذ الشيء اللي براسهم
وما كفي بالعرس، كفيت عادي وطلعت من بيت أهلي وبفستان أبيض وأحلى عرس وأحلى زلاغيط وكل شيء. والعريس؟ كان بالحبس. أنت نازلة بالزفة وزلاغيط والعريس؟ إيه بالحبس. بالحبس عادي، وين المشكلة؟ لا عادي عادي، أنت عم تتجوزي بس دخلك. مين العريس كان؟ كانوا أهل العريس، هن العريس. أهل العريس كمان شاركوا بالعرس؟ إيه أكيد. وابنهم محبوس؟ إيه، وين المشكلة؟ وكيف نزلتي؟ مين مسك لك إيدك؟ كيف نزلتي؟ خيي وخيو. خيي من مال وخيو من مال. والعريس؟ موقف. إنه كان لازم هيك يصير، ما لازم وقف العرس. ما كان لازم وقف العرس؟ لا، ما كان لازم وقف العرس. ومين حل مكان العريس؟ مكان العريس أنا، كنت العروس والعريس. ومين حل مكانه بالدور الاجتماعي للعريس؟ أنا الاثنين قمت سلمت على العالم كله طاولة طاولة، واستقبلت الناس كلها بدل ما هن يستقبلوني، ودار العرس وعادة. وزوجك؟ الحبس. وانت عم تقبلي تهاني؟ ايه. حلي لك انه اذا اول ليلة وهيك اذا نعسان وهيك معلش فوتي نامي وانا بدي كفي، وانا قبل الساعة 2 ما بقدر. انت شو قلتي له؟ ناقشتي؟ قلت اوكي، انه لما انعزت انا فتت عادي، نمت خفيت. ليه ما انطرتي ليخلص فيلم الرعب؟ بركي بيخلص فيلم الرعب وببلش الرومانس اللي بتعرفيك انت قبل الزواج. لا خلص، ما انطرت. نمتي بالغرفه الزوجيه او كل واحد نام بقوله؟ لا بالغرفه. هو بعدك قد ايه فات نام؟ ما حسيت على قعدت 2 يمكن تقريبا. لما الصبح وعيته انت وياه، حاولت تقرب المسافات؟ حاولت؟ يمكن انا كنت خيفان تكوني انت خيفانه وموتره، حاولت تريحيه؟ حكي انه كلام حلو. وجسديا بتحاول تقرب مسافات؟ ضل لابسه مظبطه حالي، لبس مكياج وهيك. ناطره انه لا هو يتغزل فيني وهيك شيء، ولا هو يقرب. اول ليله حضر فيلم رعب، ثاني ليله قرب؟ لا نفس الشيء كمان. فيلم رعب تاني؟ ضلينا اسبوع. اسبوع على افلام رعب؟ وكل يوم بيعطي افلام رعب. هو بيحب افلام الرعب والاكشن كثير. ضلوا جمعه كامله عم بيحضر افلام رعب. عادة الرجل لما بالدراسات، لما الرجل بيخفق باول ليله بيكون يا لسبب الجهل، الخوف او الضغط. برايك اي اسباب ادت انه اسبوع كامل ما يقرب؟ عمره 70، 72 سنة كمان، عمره 72 سنة. أمك لما نقلت لك العروس شو خبرتك عنها؟ أني حلوة وبنت ناس. وشو أكتر صفة خبرتك إياها أمك قنعتك إنه هيدي العروس المستقبلية؟ أني أصغر مني وبتربيها على إيدك وبتتفاهم أنت وياها مع الأيام. حلو. كيف تم الكتب كتاب؟ أنت منك وحدة؟ كتب كتاب بصير ليلة يوم الزواج. إيه، شفتها بالكتب كتاب أو ما شفتها؟ طبعا ما شفتك. بيروح الشيخ بيسألها إني هل تقبل الزواج من فلان؟ قبلت وقد وكلتك عن نفسي. بيجي الشيخ على غرفة تانية، طبعاً هي بتكون بغرفة هاي الغرفة. وإجت اللحظة اللي بدك تشوفها. نعم. أنت شو كنت موقع؟ شو كنت مخيل براسك؟ يعني موقع حلوة، شوف مثل هالبنات بشوفهم يعني، خلينا نقول بالمسلسلات أو شيء يعني. فهمت كيف؟ يعني هذيك الايام ما كان في مثل الحكي من 99 يعني. انت مثل اي بنت؟ مثل مين يعني كان بدك؟ ناسي عجرم. قويه يا. على وصف امك توقعت انه بدها تكون حلوه مثل ناسي عجرم. ايمتى شفتها اول مره؟ ليله الزفاف بالغرفه جوا، بغرفه النوم. اول مره انت وياها؟ نعم. اوضه النوم؟ هيدا أول لقاء؟ نعم. بينك وبين زوجتك؟ أيوة. مين كان خيفان أكثر؟ هي اللي عم بتشوف رجال؟ هي أكثر. أنت ما كنت خيفان؟ أنا بالعكس كنت متمنى، أنا كنت إني حشوف شريك حياتي، بس الصدمة لما شفتها. طبعاً كانت حاطة المكياج وهيك، ما يعني لما راح المكياج عنا وشفتها مظبوط كانت الصدمة القوية. إيه بس الجمال نسبة، فيك أنت تشوف شخص حلو أنا أشوفه ما حلو، أو أنت تشوف شخص ما حلو أنا أشوفه حلو. يعني بالنسبة للجمال كانت
شو ما وصفت لك اياها كانت بشعه بشعه بشكل اني سمره كثير، انفه كبير، تمه كبير، قصيره، يعني صدمه كانت. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعه على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.